جينا النوع الثاني اللي هو read mostly memory is useful for applications in which read operations are more frequent than write operations, but for which non-volatile storage is required. There are three common forms of read-only memory اللي هي ال EEPROM, ال double EEPROM والflash memory. إحنا هنا عندنا نوع من الذواكر مفيدة بالتطبيقات اللي أحتاج بيها عمليات تكون عملية القراءة هي الغالبة، وعمليات الكتابة موجودة ولكن أقل بكثير، ومحتوى مالتهاش يكون بـ non-volatile. فإذا الريد يكون more frequent read، بس خلينا نستخدم البوينتر حتى تنتبهون عليه. الريد operation هي الأكثر تكراراً من عمليات الكتابة، ولكن أيضاً نحتاج أن تكون غير متطايرة. عدي ثلاث أنواع رئيسية منها، هي الإريزابل بروغرامابل، الإلكتريكلي إريزابل بروغرامابل، والفلاش ميموري اللي يكون نعرفه وشايفين. النوع الأول اللي هي Optically Erasable Programmable Read-Only Memory EEPROM is read and written electrically. أقراها كهربائياً وأكتب عليها كهربائياً. However, before a write operation, all the storage cells must be erased to the same initial state by exposure of the bucket chip to ultraviolet radiation. قبل ما تتم عملية الكتابة عليها لازم أمسح محتواها. عملية المسح تحتاج إلى تعريض كل تشيب، تعريضها إلى شنو؟ إلى أشعاع من الأشعة فوق البنفسجية. أعرض التشيب إلى الأشعة فوق البنفسجية راح ينمسح كل محتواها، وبالتالي أقدر أرجع أكتب عليها. فإذا هذه العملية تتم كهربائياً، وأقدر أرجع أحملها بالمحتوى اللي أريده. This eraser process can be performed repeatedly. يعني عملية المسح هناك من شفنا البروغرامابل مرة واحدة تتبرمج، ما أقدر بعد أعيد الموضوع، بس هنا عندنا عملية المسح شبيها أقدر أنفذها عدة مرات، وكل مسح can take as much as 20 دقيقة حتى يكمل. كل مرة حتى أمسحها تستغرق العملية 20 دقيقة للمسح، ثم أعيد برمجتها وأعيد الكتابة عليها. Thus, the EEPROM can be altered multiple times. إذن عملية صغيرة شبيها عدة مرات تتم، أقدر أغير محتواها، أقدر أمسحها وأغيرها عدة مرات، كل مرة 20 دقيقة يستهلك مني المسح. The EEPROM is more expensive than PROM, but it has the advantage of multiple update capability. ليش expensive؟ ليش أغلى؟ لأنه عملية توفير هذه الأشعة فوق البنفسجية هي المكلفة، يعني ميكانيكية المسح هي اللي مكلفة، مو ميكانيكية الكتابة. فإذا من وفرت جهاز إضافي للمسح هو هذا اللي خلاها شنو؟ more expensive. ولكن الموضوع أنه حصلت فائدة، أقدر الأدفانتج هي أن أحدثها وأكتب عليها عدة مرات، صار بها إمكانية التحديث. النوع الآخر أو الثاني من الرومز هو الإلكتريكلي إريزابل Programmable Read-Only Memory الـ Double EEPROM. هذه it can be written into at any time without erasing the prior content. Only the byte or bytes addressed are updated. هنا بالنوع السابق اللي كان الـ Erasable Programmable، كنت حتى أغير المحتوى لازم أمسحها كلها، أفرغها تماماً وأرجع أبرمجها، وهذه كانت تأخذ مني 20 دقيقة. زين أنا مو بالضرورة أريد أمسح كل المحتوى، هنا أنا إجوا عدلوا عليها، خلوك تمسح فقط البايت أو مجموعة البايتات اللي أنت ما تريدها وتكتب بدالها، ومو بالضرورة تمسح كل المحتوى السابق اللي أنت ما حاجة أنه تمسحه أو ما معني بالتغيير. زين العملية الكتابة تأخذ وقت
أكثر من عملية القراءة. The electrically erasable programmable ROM combines the advantage of non-volatility with the flexibility of being updatable in a place using ordinary bus control address and data lines. اللي صار هنا انه قمت استخدم خطوط العناوين وخطوط البيانات وخطوط السيطرة اللي موجودة بالحاسبة واعدل فقط الجزء اللي اريده. In a place يعني فقط بالعنوان اللي تريد تمسح به راح تمسح به. فقط المكان اللي تريد تغيره هو اللي راح تغيره. مو بالضرورة تغيرها كلها. فأني هنا جمعت ما بين فوائد عدم التطاير مال الروم وفوائد المسح وإمكانية التعديل اللي تتمتع بها الرام. الرام أنا أقدر بسهولة أغير المحتوى بالمكان اللي أريده. فهو أني أخذت هذه الفائدة من هنا والفائدة الأخرى من هنا وجمعت ما بين عدم التطاير وما بين إمكانية التعديل وباستخدام الخطوط اللي تستخدمها الرام العادية اللي هي الكنترول والإدريس والديتا لاينز. أيضاً الإي دبل إي بي روم is more expensive than the EP ROM and also is less dense supporting fewer bit per chips. وإحنا قلنا إذا كانت أقل كثافة معناتها مساحة خزني أقل لأن عدد المكونات اللي أخليها على الشيب الوحدة راح تصير أقل فبالتالي أعتبرها ذاكرة غالية وصغيرة. دائماً من أقول لك ذاكرة غالية وصغيرة وسريعة فإذا هي تكون أما كاش وأما الريجسترز. ما استخدمها للخزن المساحات الكبيرة إذا كانت غالية. فبما أنه هي غالية وأقل كثافة فبالتالي راح توفر لي عدد بتات أقل فإذا أنا وين أستخدمها؟ استخدمها بالذواكر الأغلى والأسرع والأصغر يعني الأقرب من البروسيسر. النوع الثالث من الروم هو الفلاش ميموري. طبعاً من الأخطاء الشائعة جداً 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 عد الكل إنه الفلاش هو من وسائط الخزن الثانوية يعني مثل الديسك مثل السي دي وبالحقيقة هو مو وسيلة خزن ثانوية هو من وسائل الخزن الرئيسية اللي هي جماعة الميموري خلينا نقول. فالفلاش ميموري هو نوع من أنواع الروم وليس السكندري ستورج. هاي أول نقطة ثبتها يما. سميناه فلاش معناتها ذاكرة الومضة أو الرمشة مثل ما نقول. هاي معنات الفلاش. وهذا التسمية اجت حتى تشير إلى سرعتها. لذلك يقول لك so named سميت كذلك because of the speed with which it can be reprogrammed. حتى أشير إلى السرعة اللي تم إعادة برمجتها بيها واللي هي مثل الرمشة. يعني أنت بمجرد أن تسوي select للشيء اللي تريد تمسحه وتدوس delete خلاص انمسحت. وبمجرد أن تسوي copy وpaste عليها رأسا من خزنك. فبالتالي هذا يشير إلى سرعة العمل عليها. First introduced in the mid of 1980 منتصف الثمانينات أول ما ظهرت الفلاش ميموري وهي وسط intermediate between the EPROM والdouble EPROM. هي صارت وسط ما بين الerasable programmable والإلكتري إلكتريزابل بروغرامبر. شخذت من هاي وشخذت من هاي. أخذت من كلاهن التوسط ما بين الكلفة والوظيفة. الوظيفة اللي هي أنه كهربائياً يتم الكتابة عليها والمسح والكلفة اللي هي هنا كانت عالية وهنا كانت قليلة فأخذت الوسط ما بيناتهم.